اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا مش قادره. ازيك يا صفاء؟ كده يا عايده؟ اخص عليك يا ياسين، كلكم تبقوا هنا جنب وانا الوحيده اللي معرفش. والله يا حبيبتي خفت اقول لك في التليفون يجرى لك حاجه. الله يسامحك يا ياسين. ويا ترى هيرضوا يطلعوني ليه الاوضه ولا هيعتبروني غريبه عشان جيت متاخره؟ ايه اللي انت بتقوليه ده صفاء؟ انت طبعا اقرب واحده ليه. احنا سايبين لك خبر فوق، اول ما توصلي تخشي له في الدور الثالث. قلت لك هتزعل. والله كنت مخطوط عليها، اعمل ايه طيب؟ دلوقتي اكيد لما تشوفه هتطمن عليه وهتهدى. انت وراك حاجه؟ حتى لو ورايا يا قلبي يا قلبي، عملوا فيك ايه يا قلبي؟ اوعى يا مصطفى تسيبنا وتمشي. اوعى يا حبيبي، ده انا ماليش غيرك. قوم عشان خاطري يا مصطفى، قوم عشان خاطري. هو انت فاكر طول عشرتي معاك انت اللي ساند عليا؟ لا، ده كنت انا اللي بسند عليك. وغلاوة حبيبك النبي ما تسيبنا، ما توجعش قلبي عليك. طب عشان خاطر يحيى حبيبك، طب لو هتمشي خدني معاك بقى، خدني معاك، انا مش عارف اعيش من غيرك. خدني معاك يا مصطفى، ما تسيبنيش. يا سميحة، لما شنطة هدومك ورايح على فين؟ ماشي يا اسماعيل زي ما طلبت. لا لا لا، لسه بدري على الخطوة دي، يعني على الأقل تدبري أمورك. هتفرق فين؟ كل اللي كان هنا ليا راح، راح عند ربنا. هقعد أعمل إيه بقى؟ يعني اصبري شوية لحد ما نلاقي مكان كده يبقى فيه أمان. مصطفى ضرغام اتضرب بالنار، وعيلة ضرغام أيضا نار، وفاكرين أنا اللي عملت الحكاية دي. هو مش أنت اللي ورا الموضوع ده برضه يا إسماعيل؟ يوه يا سميحة بقى، أرجوك عشان خاطري اسكتي اسكتي. لا مش هسكت يا إسماعيل، أنا سمعت كلامك كتير قوي.